السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة معاكم بجدد لقائي بيكم في برنامجي لقاء حصري مع غادة كرامة، وحابة أهنيكم وأقول لكم يا رب رمضان شهر الخير والبركة، ربنا يحقق كل أمانينا ويصلح الأحوال. ودايما بقول الفترة دي دعاء دايما أقوله، هو اللهم إنا نسألك السلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. هنتكلم بقى النهاردة عن الشعر والشعراء. وبالنسبة للشعر فإحنا دايما نقول الشعر أو الشاعر يعبر عن مشاعر الآخرين حتى التي يعجز البعض عن وصفها. معايا عبد الرحمن ابو دياب. ازيك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله. مشرفني النهارده. ربنا يخليكي. عبد الرحمن من الشباب بقى في المنيا اللي هم المجتهدين جدا، عنده تحدي مش عادي. حتى كلمنا بقى عن الدراسه، انا حابه انت تكلم الناس. عرف اصدقائنا كده اللي بيسمعونا بعبد الرحمن. تمام. اولا كل سنه وحضراتكم بخير. انا بحب اشكر حضرتك اول حاجه، وبحب اشكر طبعا البرنامج على الاستقبال الجميل ده. بصراحه اول ما جيت حسيت من استقبال حضراتكم ليا يعني فعلا بالمسانده والمساعده، وانا مش شايف هدف للبرنامج ده غير كده، المساعده والمسانده. ويعني شايف ان حضرتك حابه توصلي صوت الضيوف، سواء كان الصوت ده موهبة أو رأي هادف أو معلومة مفيدة، فأنا بحيي حضرتك وبحيي البرنامج وبحيي القناة. وكل سنة وحضراتكم طيبين، أنا سعيد جدا معكم النهاردة. وإنت طيب، وتحياتي لكل الأهل ربنا يخليك والأسرة كلهم في البيت اللي بيسمعونا دلوقتي. وإنت تشرف كل حد. ربنا يكرمك، ده شرف لي. ربنا يخليك. كلمنا عن الشعر بقى. أنا أولا كلمنا عن الدراسة والاهتمامات العامة في حياتك، وانت عايز تعمل ايه الفترة اللي جاية ان شاء تمام. الله او طموحك. هو مبدئيا كده انا هديك المايك بقى، انت النهاردة اللي هتذيع الفقرة. ربنا يخليك يا استاذة غادة، ده شرف ليا والله. وعايزة اضيف حاجة بعد اذنك. تمام. انا عايزة اضيف ان شاء الله عبد الرحمن من الشخصيات الجميلة اللي انضمت لفريق العمل، صقر طه، احمد فهمي، استاذ مصطفى، استاذ دكتور عبد السلام الشامي، اساتذة من اساتذتي واصدقائي، وهيكونوا معايا ان شاء الله في فريق العمل لبرنامجنا المتنوع الثقافي الاجتماعي التوعوي. اتفضل بقى. ده شرف، شرف ليا طبعا ان اكون مع حضراتكم هنا في البرنامج. اولا فكره الشعر ما اثرتش على دراستي في اي حاجه، بالعكس انا الحمد لله بدرس في جامعه الازهر كليه الدراسات الاسلاميه بنين باسوان، سنه رابعه السنه دي. ربنا يسهل بقى ونخلص على خير يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. والدراسة يعني ما أثرش عليا، يعني موضوع الشعر ما أثرش على الدراسة، وموضوع الدراسة ما أثرش على الشعر. طب كلمنا بقى إزاي عملت ده، أو إزاي حققت عدم يعني إن أنت تتشغل بحاجة تعطلك، أو برضو الموهبة دي مسؤولية ولا إيه يا جماعة؟ طبعا أنا بقول إن الموهبة مسؤولية. أنت طبعًا. ابنك موهوب أو أنت شايف في نفسك موهبة، لازم تديها حقها وتهتم بيها، لأن دي ملكة ورزق من عند الله. فعلا. بس لولا انا نسيت اعرف نفسي للناس، ويعني اتفضل بقى. اتفضل. الاول انا اسمي عبد الرحمن محمد عبد اللطيف دياب، اسم الشهره عبد الرحمن ابو دياب. عندي 21 سنه، من مواليد المنيا ملوي، بدرس في جامعه الازهر كليه الدراسات الاسلاميه بنين باسوان الفرقه الرابعه. فكره الشعر والدراسه بدا ازاي موضوع الاهتمام بالشعر، اهتمامك الكبير ده؟ موضوع الشعر ده، الشعر كنت انا اصلا بكتب، او بمعنى اصح بشخبط، من وانا عندي 8 سنين. يعني كان عندي 8 سنين وكنت بكتب كلام شبه بعض، بس مش عارف يعني ايه وزن او قافيه او مثلا مشهد مؤثر. كنت بكتب كلام شبه بعض وخلاص. تمام. بتلقائيه يعني. تمام. بس الفكره دي كانت موجوده عندي. تمام. يعني حسيت ان انا حابب الفكره، والفكره دي كبرت معايا، يعني كبرت مع كل سنه كانت بتعدي من حياتي، وحبيت ان انا اطلعها. يعني عندي فكره لازم اطلعها وانميها، سواء بالكتابه. بقيت تلاقي نفسك تلقائيا مثلا حصل حدث معين او مشاعرك بخصوص حاجه معينه، فانت فعلا كان ممكن مثلا بتترجمها حاجه، مثلا حاجه حسيت بحاجه جوايا، شفت مشهد مؤثر،
فحبيت ان انا اطلعه من وجهة نظري واوصله للناس بطريقة فنية كويسة. جميل قوي. طيب عايزين انت شوقتنا بقى نسمع حاجة نبدأ بيها كده. هو في قصيدة بصراحة القصيدة دي المقربة الى قلبي. تمام. القصيدة دي ليها معايا موقف جميل في حياتي وان شاء الله باذن الله. اللي هي اللي انت قلت لنا هتبدا بيها الاولانيه عشان نسمع معاها موسيقى جميله كده. تمام. اللي هي اسمها شفتك. اتفضل. تمام. شفتك لاول مره في حياتي اشوف وشك، لاول نظره في لجاكي ومشهد شوق على اسمك غلافه في الهوى زاهي بلون البحر مع صورتك وعنوانه أكيد سيرتك، عيونك فضحة تكشيرتك، غيابك عني طال والله ما يكسرني سوى غيرتك. كلامك زي أنغامي في عز الليل سرحانة، بتملى حياتي لون هادي وشمعة صغيرة تنور وصورة لعينك السمرة وريحتك في المكان تحضر. طقوس عاشق ولما يحس بالوحدة بيهرب ليها من الواقع ويتخيل ويتصور. يا كل المحسنين ليا ونور ساكن في أيامي، يا فرحة كبيرة في عينيا وحب جميل في أحلامي، يا وطني وكل أعلامي، يا أجمل نبرة في كلامي، يا أحسن ضحكة في الدنيا، يا حلم حياتي وغرامي. جميل جدا. مش عايزاك تخلص على فكره، انا حاسه اني عايزين نكمل. لسه كمان. تمام كمل. يا قمري في وسط ليل ضلمه رسمتك على الحيطان كلمه، بحبك حتى في عنادك وبترجى من السما نجومك، ونفسي في كل ايامك وكل حياتي يا حياتي في ده اليومك، وهعمل نفسي قاضي غرام وهعدم حزني وهمومك، وهحكم على السعادة تروح لباب قلبك وهتلومك على الحزن اللي شافك يوم وتحميكي وهتصومك. يا أجمل ضحكة تملى الكون، يا قلب ينور الأيام، يا كل قصايد العشاق دوان قلبي مليته غرام، يا وردة بترمي أحلى سلام، يا أجمل حلم في الأحلام، يا كلمة ولما تتكتبي بيسكت ليكي أغلى كلام، ويحلال الغنى باسمك وينشد فيكي 100 فنان، يا بسمة وللهوى عنوان، يا نور هادي في أي مكان، يا أسطورة لكل زمان. يا شمسي وظلي وسكوني معايا يا حب، هتكوني أميرة بتحكمي كوني، وزي إنتاجك الملفوف لقالق تضوي وعيوني، وهسحب من السما نجومي وزغرف بيها فستانك، وهصنع من سعادة عطور تعطر كل أحزانك وتسعد كل حزانك، وهنسج من كلام سطور وجندهم كخدامك، ويا بخت اللي يخدم حور ويعيش أيامه قدامك. شكرا. جميل جدا. ما شاء الله، دم الإبداع. ربنا يخليكي. شكرا. نرجع في بين الكتب كده وبين سطورك ونعرف ايه انت حبيت تكتب فيه اكتر او بتلاقي نفسك بتكتب فيه اكتر، اللي يقول لك الرومانسي الوطني ولا على حسب الحاله انت بتتعايش مع كل هو فعلا على حسب الحاله. وانا هي اللي بتجبرك تكتب. وانا كاتب حاجات كتير، يعني انا منوع، الواحد مش مربوط بحاجه معينه. او طب حاولت تنمي ده ازاي؟ هل حاولت تدخل مسابقات شعر او تتواصل في قصور ثقافه؟ عملت ايه؟ اشتركت قبل كده في مسابقات شعر، والحمد لله كنت مشترك في مسابقة ارتجال قبل كده، والحمد لله خدت فيها. فكرة الارتجال دي جميلة. فعلا. فاكر لما كنا بنعد مع بعض افكار قبل كده وقلنا الموضوع ده؟ الموضوع الفكرة اللي قلت لحضرتك عليها دي كويسة، وان شاء الله هننفذها وان شاء الله هتعجب الناس. وفي مفاجأة كمان معانا في البرنامج ان شاء الله، مسابقة هنعلن عنها قريب ان شاء الله. ان شاء الله هتعجب حضراتكم. ان شاء الله. جميل جدا. المهم نرجع للشعر بقى والكلمات. كلمني عن
لما انت حاولت ان انت مثلا تمارس الموهبة دي او تهتم بيها، قلت لي دخلت مسابقة وكده، هل عملت صفحات على الفيسبوك او على الواتس او على سوري يعني جروبس معينة تبقى بتعبر عنك وبتشارك فيها الاخرين اللي موهوبين برضو؟ فعلا، هو انا عامل، هو انا عندي الاول البروفايل على الفيسبوك اسمه عبد الرحمن ابو دياب، بنزل عليه فيديوهات بعملها انا وبعمل لها مونتاج وكده وبنزلها تمام عندي على تمام. على البروفايل. وايه تفاعل الناس معاك؟ لا الحمد لله كل اصحابي مشجعني واهلي والحمد لله تمام. يعني بحب كمان اقول لهم ان انتوا طول ما انتوا بتشجعوني هي دي القناه بتاعتي على اليوتيوب تمام، بنزل عليها وده البيج بتاع الفيسبوك وده البيج بتاعت الفيسبوك تمام. فكل الفيديوهات اللي طيب بعملها اصدقائك بقى اللي هم بيبقوا مثلا او المتابعين ليك اللي هم بيكتبوا شعر يقول لك انا بكتب، او حد من بتشجعه ازاي بتقول له ايه عشان بيسمعونا دلوقتي؟ طبعا لازم الاول اسمع له حاجه مثلا لو في حد من اصحابه وكده عشان اقدر احكم عليها تمام. فلو شفت ان الحاجه دي كويسه وعجبتني مش هتردد خالص ان انا اقول له ان الحاجه بتاعتك دي كويسه وعجبتني، وطبعا لازم اشجعه عشان انا فعلا لقيت اللي يشجعني ولقيت اللي يقف جنبي والحمد لله. كلامك ده جميل وبيدل طبعا على الشخصيه. ربنا يخليك يا استاذه غاده. فلازم اشجعه طبعا، ولو حسيت مثلا ان في عنده اخطاء هتعمل له مشاكل او هتسبب له مشاكل في الظهور بعد كده طبعا بقول له عليها وبوعيه ليها، فلازم اشجعه زي ما لقيت ناس تشجعني والحمد لله. انا يعني وصلت للي انا فيه ده بفضل تشجيع الناس ليا ودعمهم ليا والله. لا واكيد برضو بمجهودك وسعيك وربنا هو الموفق في فعلا الحمد لله، ويا رب دايما للامام وتحقق كل اللي بتتمناه الفتره القادمه. ربنا يخليك. طيب بالنسبه لدراستك انت، هل شايف في مستقبل عمل معين هتشتغل على ان انت تشتغل فيه، ولا انت سايب الدنيا تيجي كده بالحظ او البركه؟ هو الاول بس الترم ده اللي مش عايز يعدي. الابتسامه دي معناها ايه؟ الترم ده والله اللي مش عايز يعدي، يعني بندعي ربنا ان هو يعدي على خير والله وربنا طب بتقول ايه لكل الطلبه اللي بيسمعونا وخايفين على مجهودهم وقلقانين من موضوع الظروف اللي احنا فيها، اللي احنا باذن الله متفائلين وظننا كل خير برب العالمين؟ هو ان شاء الله باذن الله الظروف دي هتعدي قريب، يعني الحاجه دي جت من عند ربنا وربنا هو اللي هيشيلها ان شاء الله. وان شاء الله متفائلين ان شاء الله باذن الله. يعني انا الحمد لله السنين اللي فاتت دي، انا في سنه رابعه دلوقتي، السنين اللي فاتت ربنا كرمني بتقدير كويس، ويعني التقدير بصراحه ما كنتش احلم بيه حتى، الحمد لله ربنا دايما بيكرمني. فانا متفائل، يعني زي ما كنت متفائل السنين اللي فاتت فانا متفائل السنه دي ان شاء الله هنتخرج وان شاء الله يبقى معانا تقدير كويس ان شاء الله. ان شاء الله. وانا بكلم كل اللي بيسمعونا في دراستك في اي مرحله وات ايفر، يعني ما تقلقش ان شاء الله الايام هتكون احسن الفتره الجايه ان شاء الله، وربنا يوفقنا. امين يا رب. ربنا يخليك. معايا مداخله. قول الو. الو كده. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين؟ استاذ عبد الرحمن، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بالصحه والسلامه. الو مصطفى. مصطفى مع حضرتك. اهلا يا مصطفى، اتفضل. دي مفاجاه بقى. بشكر حضرتك يا استاذه غاده، ويعني بسم الله ما شاء الله عليكم، ربنا كده دايما في تقدم باذن الله ونجاح ان شاء الله. ان شاء الله. سعيده بيك يا مصطفى. ومصطفى اخو عبد الرحمن. اخويا. وعلى فكره انا كمان سعيد يا مصطفى بالمكالمه الحلوه دي، انت فاجئتني والله. انا بصراحه مبسوط خالص بيك وما شاء الله، يعني انا يعني حاسس ان انت الهدف اللي انت يعني عايز توصل له باذن الله خلاص انت كده على ابواب، يعني انا بقول لك شد حيلك وكلنا معاك يعني، وان شاء الله خير باذن الله. طول ما انتم معايا واقفين معايا مصطفى ان شاء الله باذن الله مش هبطل كتابه خالص، وان شاء الله انا هوصل بكم انتم يعني ومساعدتكم ليا ومساندتكم ليا. سعيده بمداخلتك يا مصطفى. طب ممكن نستغلها فرصه وفرصه الاعداد الناس الكويسين، وان شاء الله باذن الله متقدم كده ان شاء الله باذن الله. انتوا تشرفوا كل الناس. ومصطفى ممكن استغلها فرصه وتكلمني عن نفسك او دراستك او اهتماماتك انت كمان، هل ليك اهتمامات رياضيه ادبيه ثقافيه علميه، ولا انت لسه ما اكتشفتش نفسك يا مصطفى؟ لا هو عادي والله، انا يعني ما فيش حاجه معينه يعني بخص نفسي بيها، بس يعني انا كل اللي حاطه في دماغي دلوقتي ان انا مش يعني مش مخلي بالي غير من دراستي،
لكن انا دخلت الكليه دي يعني الهدف في دماغي، وان شاء الله باذن الله بحاول بقدر الامكان. الدراسه نوعها ايه؟ الدراسه معايا على فكره مصطفى في نفس الفرقه كمان، نفس الجامعه، جامعه الازهر كليه الدراسات برضه، جامعه الازهر. دايما بذاكر له على فكره. تحيه للازهر كله وكل الاساتذه والطلاب، لان طبعا دراسه مشرفه واكيد بتكتسبوا منها مهارات وعلوم كتير بتؤهلكم للقيادة وللعمل بشكل جميل بإذن الله. بشكرك قوي يا مصطفى لمداخلتك، وإن شاء الله تشرفني في البرنامج بإذن الله. إن شاء الله. اتفضل اتفضل بقى، كمل لنا عن، كنا بنتكلم عن الشعر وكده. طب إيه رأيك نستغلها فرصة بقى نكلم الأسرة، ماما وبابا، أو يعني تديهم تحية كده وتهنيهم برمضان. فعلا والله، هو بصك أستاذة غادة، كل اللي أنا فيه ده بفضل والدي ووالدتي واصحابي واهلي، يعني الحمد لله الدنيا بخير يعني. والله واقفين معايا وقفه رجاله، يعني والدي الحمد لله دايما مشجعني ومحفزني، حتى لما انزل مثلا قصيده على الفيسبوك ولا على اليوتيوب دايما اول واحد بيعلق لي عليها وبيعمل لها شير. والحمد لله يعني كل اللي انا فيه ده بفضل دعائهم ليا الحمد لله، يعني دي حاجه بتفرحني جدا. والحمد لله طول ما هم معايا وفي ظهري هفضل طول عمري اكتب، وان شاء الله باذن الله هيكونوا فخورين بيا، وانا هكون فخور بيهم، والحمد لله النجاح اللي انا فيه ده بسببهم هم. معانا علي من المنيا. علي، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. في البدايه كل سنه وحضرتك طيبه ورمضان كريم، ويعني انا فرحان جدا ببرنامج حضرتك وان حضرتك رجعت للشاشه تاني، والله بتنور الدنيا كلها. ميرسي، وسعيده بمتابعتك يعني. الله يكرمك يا فندم. انت معاكي النهارده شاعر المنيا وشاعر الصعيد وصاحب فن الكلمه والادب والاحترام الاستاذ عبد الرحمن. ربنا يكرمك، ربنا يخليك. ميرسي. انت فخر المنيا وفخر الصعيد وفخر منلوي. ربنا، ده شرف ليا. كل سنه وانت طيب ومنور القناه، وان شاء الله النهارده لقاءات عديده باذن الله. ان شاء الله باذن الله، ربنا يكرمك. الله يكرمك يا رب. سمعنا حاجه كده عن نفحات رمضانيه بقى. هو انا بحييك على موضوع الحلقه الصراحه، حضرتك سبقتني يعني. موضوع الحلقه خربشات شعريه ده يعني موضوع يعني شيق جدا ما شاء الله، ربنا يوفقك. خربشات، انت سمينا الفقره خربشات شعريه. اكيد في علامات استفهام بقى، ان شاء الله يا ترى نقصد ايه. هو الاسم ده انا والله ان شاء الله باذن الله عندي ديوان بحضر فيه ما شاء الله فيه، فان شاء الله الديوان ده يعني اتمنى انه ينزل قريب معرض الكتاب ان شاء الله. حاجه عن نفحات رمضان، عايز يسمع حاجه عن نفحات رمضان، وان شاء الله نعمل حاجات كمان امسيات في حب النبي ونعمل حاجات جميله ان شاء الله. علي انا شرفت بيك جدا، ميرسي. شكرا يا علي، وانا هسمعك حاجه. انا كنت كاتب قصيده للنبي، هي مش طويله قوي، مع ان يعني المفروض ان القصيده دي تبقى هي اجمل حاجه. هتقولها لنا ولا ايه؟ ممكن. طب ممكن نقولها بعد ما ناخد وليد معايا. وليد من الشرقيه، اتفضل. السلام عليكم، ازيك؟ الو، معلش ارجع تاني، اتفضل كلمنا مره تانيه وان شاء الله نتواصل ان شاء الله. كلمني بقى عن الشعر اللي كنا هنقوله دلوقتي، عن نفحات رمضان او حاجه تكون يعني فيها معاني ايمانيه جميله. تمام. هو انا كنت او خاطره كده من خواطرك اللي اكيد يعني كتبت حاجه. هو انا كتبت قصيده للنبي. تمام. القصيده دي مش طويله قوي، مع انها المفروض تبقى اطول القصائد واحسن القصائد عندي، بس ان شاء الله باذن الله. انا حاليا بكتب قصيده للنبي، وفكرتها جميله جدا، بلم فيها كل المعجزات الحسيه. فانا دلوقتي لو عايزه تسمع حضرتك حاجه للنبي ممكن اقول لك القصيده دي. ماشي، بس بعد ما ناخد احمد. اتفضل يا احمد من منلوي. اوكي، ايوه، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ غادي. اهلا بيك، عرفني بنفسك واتفضل كلم معاك الاستاذ عبد الرحمن. اتفضل. انا اكتفي بس ان انا اسلم في الاول على عبد الرحمن. طبعا بشكر حضرتك على فكره البرنامج، شرفنا بيك. وبحييك كمان على الاختيارات الجميله جدا. ميرسي. عبد الرحمن من الشخصيات الموهوبه، واللي انا شخصيا اعرفه طبعا معرفه شخصيه. ربنا يخليك يا احمد حبيبي، اكون دائما موجود على الهواء، واتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يفضل كده دائما وابدا مستمر ومتالق. حبيب قلبي يا احمد والله، ربنا يكرمك. تمام. ربنا ايه من الحاجات اللي سمعتها له وعجبتك؟ كتب مثلا عن حاجه وطنيه ولا حاجه عن ايه عجبتك؟ عشان انا عايز اسمع منه قصيده ام الشهيد الاخيره اللي هو كتبها من حوالي اسبوع. تمام.
تمام. ومش عارف بقى هل هو حاططها في نص اوراقه بقى ومجهزها؟ سمحها لك دلوقتي يعني. طبعا الحاجات بتاعته طبعا هسمحها لك دلوقتي. احمد كلمني طيب عن نفسك، عرفني انت هل ليك اهتمامات برضو ادبيه ثقافيه او رياضيه او اي حاجه تانية، ولا انت لسه ما اكتشفتش برضو نفسك؟ لا انا بحب اسمع شعر، بس انا بحب احط عبد الرحمن كده واسمع منه كل الحاجات الجديده اللي هو بيكتبها. ربنا يكرمك والله، ده شرف يعني. الاستماع والتذوق دي موهبه برضو. فعلا موهبه. وانا ان شاء الله باذن الله يعني هفضل مكمل، وطول ما انتم معايا والله انا يعني انا بكتب عشانكم انتم والله، وطول ما انتم معايا انا هفضل اكتب. وانا يمكن لما بدات قلت الشاعر يعبر عن مشاعر الاخرين حتى التي يعجز البعض عن وصفها. ايوه فعلا. عشان كده انت ممكن تسمع اغنيه تقول ايه ده، هو انا اللي عارفه منين ان انا اللي بشعر يعني نفس المشاعر. تحس ان 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 القصيده اللي هو بيسمعها دي متركبة عليه يعني. بتوصف حالته بالظبط. ومن هنا بالنادي كل الأساتذة الفنانين والمهتمين بالمواهب الفنية أو اللي توصل للناس ولقلوبهم ومشاعرهم بتعبر عنهم، إن هم يعبروا عن الناس بشكل يعني يوصف يعني ظروفهم وحالتهم بشكل فيه مصداقية كبيرة، وفي نفس الوقت تكون الأعمال الفنية اللي تتقدم تكون بتقدم حلول للمشكلات. تمام. وأمل لاجتياز أي ظروف. تمام. لازم تكون الفكرة هادفة يعني، أنا ما اكتبش أي حاجة وما تكونش تدعو دايما للتشاؤم، لأن طبعا ده ما بيبقاش كويس. يعني لازم يكون عندي فكرة، يعني فكرة معينة أو هدف معين تمام عايز أوصله من القصيدة بتاعتي، ما اكتبش أي حاجة وخلاص. تمام. يلا نسمع بقى حاجة جميلة. تمام. هقول لكم أم الشهيد وبعدها إن شاء الله ونختم بقى بالحاجة اللي قلنا تبقى يعني ليها علاقة برمضان أو النبي أو الحاجات الجميلة. أوكي تمام. أولا الشهداء مرتبتهم عند ربنا غالية قوي، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأمير الشعراء أحمد شوقي قال عليهم: وما شهداء الحرب إلا عمادها، وإن شيد الأحياء فيها وطنبوا. وأنا لو كتبت دواوين كتيرة مش هعرف أوصف ذرة من تضحياتهم لي، عشان كده أنا بهدي القصيدة دي لقلب كل أم شهيد. اسمها أم الشهيد. أم الشهيد كلمة تليفونية بين الشهيد وأمه. قللي صوتك شوية بعد. القصيدة عبارة عن مكالمة تليفونية بين الشهيد وأمه قبل ما يستشهد بأربع ساعات، وهي مشهدين. المشهد الأول: ألو، أيوة يما، وحشاني والله. القلب سلم والنية حاضرة، أنا هنزل بكرة. شوفي لي يمي بطة حلوة ترم عظمي، أكل العنبر سد نفسي. من عيني يا ابني البطة جاهزة، وملوخية خضرة، وبامية عارفاك يا ضنايا تحبها. أبوك بيسلم عليك بيقولك خلي بالك وجمد قلبك. سلام يما، أنا نازل خدمة. ماشي يا ضنايا، تسترها عليك المولى. المشهد الثاني بعد أربع ساعات، تلفون أم رن. أيوة يا حجة. أيوة يا ابني، مين معايا؟ أنا صاحب ولدك. طب هو فين؟ ابنك يا حجة راح مكان كل اللي فيه طيبين. يعني إيه؟ ابني مات؟ دموعها نزلت من سكات والقلب جال سند راح. بعدك يا ولدي خلاص مفيش أفراح، بعدك يا ولدي كل شيء في الدنيا راح. مليش براح غير حضنك انت وهو برضو راح. صوتك يا ولدي في ودني وساكن بين ضلوعي. صورتك يا ولدي في عيني وشايلها جوا روحي. تحرم عليا جروحي ما تتلم غير وياك.
في جنة الرحمن، هشوفك يا ولدي هناك. وانا عايزة ايه غيرك يا ولدي يا احلى ملاك؟ حبك، حبك في جسمي طرح، وبصورتك قلبي انشرح. بس اتجرح، بس اتجرح بعد ما شافك في الكفن. جسمك حرام ليه يندفن وسط التراب؟ انا في عذاب، انا في عذاب لحد اما جابلك والمس بايدي خضار سنابلك وابوس يدك في الجنة يا ولدي. يا احلى حاجة راحت مني في الجنة يا ولدي. شكرا. جميل جدا، ربنا يخليك يا استاذ. ما شاء الله. طبعا انا بحييك ان انت تعبر عن المشهد ده او المكالمه دي بين الام والحاله، يعني حاله انفراد متهيألي. انا ما شفتش حد عمل كده. وانا اتكلمت عن الشهداء من ناحيه تمام. الام انا طبعا اتشرفت بيك، كنت عايزه مش اسيبك ابدا. ربنا يكرمك يا واحلى وقت واحلى حلقه، وان شاء الله هنتقابل كتير وهنقدم حاجات كتير. بشكركم اعزائي المشاهدين. شكرا. وبشكرك. شكرا وتحياتي ليكم، وان شاء الله انتظروني الاسبوع الجاي وفقرات جديده ومتنوعه. الى اللقاء.